السلام عليكم. أكثر من عام على الحرب على غزة اللي ما تتجاوز مساحتها 45 كيلو متر. هواية من عندنا يسمعون أنه بغزة غزة غزة غزة، لكن هواية من عندنا ما يدرون أنه مساحة غزة هي 45 كيلو متر فقط، يعني نص حي من أحياء بغداد. والضاحية اللي ما تتجاوز مساحتها 28 كيلو متر فقط، الضاحية الجنوبية في بيروت أقل من 28. إسرائيل صرفت أكثر من 60 مليار دولار وسنة كاملة في حربها على المساحة اللي ما تتجاوز 75 كيلو متر، أضفت لها الضاحية، ولكن هي بالحقيقة 45 كيلو متر صار لهم سنة بيها، مع عدد الدعم اللوجستي والدعم العسكري الأمريكي والبريطاني والكندي والفرنسي والأسترالي والألماني والنفط الخليجي اللي يزود الدبابات والطائرات والأسلحة اللي تقتل الأطفال في غزة. كل هذا ولم تستطع الوصول إلى الأسرى اللي هم بداخل غزة وتحررهم، ولم تستطع أن تعيد 300,000 مستوطن نزحوا من مناطق الشمال فقط، حتى تحولت 100 مدينة أو 100 مستوطنة ببلداتها وقراها إلى مدن أشباح. الأكثر سوءا للاحتلال أنه في الوقت اللي حاول إعادة نازحيه من مدن الشمال والجنوب يفتح الملاجئ لمدن أخرى بعد أن أصبحت غير آمنة تماماً. والمضحك إن نتنياهو يريد تغيير خارطة المنطقة وهو غير قادر على إعادة ترميم خارطته وإعادة مستوطني إلى المناطق اللي هجروا منها. وأكثر من ذلك، ما أعلنه اليوم الشيخ نعيم قاسم بأن المقاومة ستهجر أضعافهم. حييكم في هذه الحلقة وأحيي ضيوفي الشيخ حيدر اللامي القيادي في ائتلاف دولة القانون، والأستاذ حزام الأسد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله من صنعاء، والأستاذ عمار حوران مسؤول العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي من بيروت. حياكم الله ضيوف الأكارم، أهلا وسهلا بكم. حياك الله سمحت الشيخ. الله حياك. أصلا هاي القصة قصة أنه يريد يعيد خارطة المنطقة من جديد وهو غير قادر على يعني على إعادة النازحين. اليوم حزب الله قبل شوية يتحدث عن، يقول احنا أخلينا 100 مستوطنة وهجرنا 300,000 إسرائيلي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك وعلى ضيفيك الكريمين. بادئاً أعزي الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف والمراجع العظام وجميع المجاهدين الأبطال الرابضين على خط النار وجميع المؤمنين والمسلمين بشهادة سيد العرب والمقاومة الإسلامية سيد حسن نصر الله، على الله مقامه في الآخرة كما علاها في الدنيا، وجميع من معه، وشاف الله جميع الجرحى ونصر المقاومة في أي مكان في هذه الأرض. خلي نحكي بحكي أهلنا براحتك. أنا أريدك اليوم، أنا حتى ما راح أسألك ولا راح أسأل أستاذ حزام، لأنه
الجمهور يمكم وانتم وياه واحكوا براحتكم شو تريدون تسولفون سولف. لا مره نحكي بحكي اهلنا اي نقول لي خسه اي خسه خسه هو وامريكا وكل من خلفه تمام طيل الكلام خسه هو ومن خلفه وكل امريكا. المقاومه الاسلاميه المنتشره بشكل احترافي على هذه البقعة المباركة، وأنا أذكر الأخوة الكرام المهتمين بالشأن السياسي من كبار السن وحتى المتوسطين، كانت في السبعينيات يسمى الكيان الإسرائيلي العدو الغاصب المؤقت كان يسمى ببعبع المنطقة، مرعب المرجفين من العرب. اليوم بعبع المنطقة هو المقاومة الإسلامية التي تخافها الكل يخافها. تصور ان امريكا بترساناتها العسكرية بقدراتها اليوم متخوفة ان تتحرك تحرك معين بصفتها وشخصها بصفتها وشخصها ان تتحرك امام المقاومة في مكان معين. المقاومة الإسلامية في العراق اليوم حددت امريكا ان تدخلت بشكل مباشر فانك تحت مرمانا، وهذا كلام لم يكن موجودا لا في السبعينيات ولا في الثمانينيات ولا في التسعينيات ولا في الألفية العشرة الأولى. اليوم هناك تطور آخر، هذا بفعل من؟ بفعل المقاومة الإسلامية في غزة وأبطالها، المقاومة الإسلامية في لبنان وسماحة السيد ومن معه، وكذلك المقاومة الإسلامية الموجودة لأنصار الله الحوثيين الأبطال الذين جسدوا أروع أنواع الملاحم والذين أكدوا كلام رسول الله صلوات الله عليه وآله فهم مصداق له إنهم رمح العرب. لذلك اليوم المقاومة الإسلامية استشهد منها الكثير، وأنا أريد أن أعرج على هذه النقطة باستشهاد القادة. لو لم يستشهد القادة لقلت أنا كشيخ حيدر اللامي أن هناك خلل كون نحن لا نعطي إلا قادة. أمير المؤمنين سلام الله وصلواته عليه عندما استشهد أمير المؤمنين في المعارك لم يقل في يوم من الأيام لم يقل اهجموا، بل كان يقول اتبعوني، فهو المصداق الحقيقي للمجاهد في وسط المعركة. وأعطينا بذلك شهداء عمار بن ياسر حواري رسول الله أقرب رجل إلى أمير المؤمنين مع مالك الأشتر استشهد في داخل المعركة. فنحن لا نعطي إلا قادة. لا أريد أن أمر على التاريخ، لكن أريد أن أقول لدينا محمد باقر الصدر أعلى الله مقامه في الآخرة، هذا المرجع والفيلسوف الكبير قال لا بد للعراق من دم كدمي، فتقدم كوكبة الشهداء. وكذلك إن لم يستشهد قاسم سليماني أبو مهدي المهندس عماد مغنية والكثير من الرجال الأبطال وفي مقدمتهم سيد حسن نصر الله وكذلك الجهاد الكبير استشهد في الجمهورية الإسلامية القائد الفلسطيني إسماعيل هنية لو لم يستشهد لقلنا هناك خلل في برمجة الإسلامية كون نحن لا نعطي إلا قادة لا نعطي جنود. فلذلك عندما استشهد حسن نصر الله رأى الجميع كيف إن الجمهورية الإسلامية والمقاومة الإسلامية كيف أذلت إسرائيل وجعلت من إسرائيل أضحوكة أمام العالم بأسرة بأنها حتى إنها لم تستطع أن تذهب إلى الملاجئ. إسرائيل نزلت إلى الأرض وإلى الحضيض بأمرين. الأول إنها برهنت للعالم كله بشكل عملي إنها عدوة الإنسانية بل عدوة الله في كل تصرفاتها، بينما برهن الإسلاميين والجمهورية الإسلامية إنهم لا يأتون إلا على القواعد والعسكر، وهذا فرق كبير. فاليوم عندما تكلم سماحة الشيخ نعيم قاسم عندما قال نحن أبطالها على الأرض رغم التكنولوجيا الكبيرة المتطورة التي استهدفوا بها القادة واستهدفوا بها القيادات في حزب الله وفي غزة، لكن بقى حزب الله أبي قوي
وبقت غزة صامدة فيها أسود أشاوس. اليوم وبعد عام نتنياهو يقول مهمتنا أمرين، هو نهاية حماس والوصول إلى الأسرى وإعادة المستوطنين. يعني نعم، أهدافه اللي بداها في البداية عادلين الجديد الآن يتحدث بها. الأمرين الأمرين منذ عام تكلم بهم. اليوم حماس ترسل صواريخ إلى داخل حيفا. هذا يدل على أن المقاومة متطورة وقوية. كيف كانت في التسعينيات والثمانينيات؟ كانت لديهم فقط الحجارة. عندما تداخلوا مع المقاومة الإسلامية الشريفة أصبحوا في قوة إسرائيل، في إسرائيل خلفها أمريكا وخلفها الخليج وخلفها أوروبا. اليوم تدك هذه المقاومة تدك داخل حيفا. فلذلك أنا أقول يا كيان الإسرائيلي، يا أمريكا، إلى الآن لم يقاتلوكم إلا حزبين، هم حماس وحزب الله. المسلمين لم يتدخلوا بعد. أحسن الله. حياك الله أستاذ حزام. حياكم الله. أهلا وسهلا بك أستاذ حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله من صنعاء الحبيبة. شنو اللي حققه يعني بالعراقي؟ شنو اللي حقق نتنياهو لحد الآن؟ شنو اللي حققته إسرائيل لحد هذه اللحظة؟ أحياكم الله، أحييكم وأحيي السادة المشاهدين الأعزاء وضيفكم الأكارم. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. الحقيقة ما حققه الكيان الإسرائيلي هو الفشل والهزيمة وقرب التلاشي. الآن أصبح التهديد تهديد وجودي للكيان الإسرائيلي. المعركة الأخيرة في جنوب لبنان في الشمال الفلسطيني أراد من خلالها نتنياهو إعادة المستوطنين المستعمرين إلى تلك المناطق في الشمال، ولكن ما سيخسره وما يخسره اليوم هو الوسط، كما حاول مع غزة أن يعيد المستوطنين إلى غلاف غزة وأن يؤمن مكان المستعمرين في غلاف غزة، ففقد الكثير من المناطق إلى مناطق النقب، بل فقد حتى مع التدخل العسكري اليمني منطقة أم الرشراش إيلات، ومع إسناد الأخوة في الجمهورية في جمهورية العراق الشقيقة. فلذلك هو في حالة من التلاشي، حالة من الترنح ما قبل السقوط. لذلك فالتهديد اليوم هو تهديد وجودي بالنسبة للكيان الإسرائيلي الذي ليس له بد سوى الرحيل من هذه الأرض، مهما حاول أن يستنزف دافع الضرائب الأمريكيين وكذلك دافع الضرائب في الدول الأوروبية ويستنزف المليارات تلو المليارات، سواء من الجمعيات اليهودية أو كذلك من المنظمات المرتبطة بالصهيونية أو كذلك من الأنظمة الغربية والأمريكية لدعمه وإسناده، فهو قد هزم وهو قد انتكس في 7 أكتوبر قبل عام من اليوم، تلك المعركة التي عرت هذا النظام الذي كان يسطر للعالم بأنه لا يقهر وبأنه لا يهزم. تلاشت منظومته الأمنية والعسكرية والموساد والشباك في ظرف 3 ساعات. لذلك حري اليوم بأبناء الأمة، بكل أبناء الأمة، بكل أنظمة الدول العربية والإسلامية أن تتضافر وأن تحظى على جزء أو على شيء من شرف الانتصار، لأنه ليس هنالك من خيار سوى الانتصار. حتى وإن قدم الشهداء وبذلت التضحيات فهذا بالتأكيد شيء طبيعي، وهو فخر وهو مصدر عزة وهو وسام شرف أن تقدم على مذابح وعلى ما يعني الأوطان وفي سبيل الله ونصرة للمستضعفين قرابين الدماء والأرواح. فبالتأكيد هذا شيء طبيعي وشيء له مفخرة وله عزة وله كرامة لدى أبناء الأمة، لا سيما وفي مكنون ديننا في قرآننا يعني أن تقدم تلك الضحيات في سبيل الله وهي تقضي عند الله سبحانه يعني وتعالى. أنا أرى أنه يعني ما زال عندك أمل في شيء اسمه الأمة. عن أي أمة نتحدث؟ الأمة التي تملأ دبابات الكيان الصهيوني بالنفط من أجل أن يقصف أطفال غزة، الأمة التي تمنع وصول المساعدات
إلى غزة. الجيش المصري، الجيش المصري صدعوا رؤوسنا، مصر أم الدنيا، الجيش المصري. وأنا الجيش المصري واقف على الحدود يمنع دخول لاجئ عربي مسلم فلسطيني إلى مصر. وما أعرف حقيقة هذا عن أنا أمة، نتحدث عن الأمة التي تضع أعلامها مع أعلام الكيان الصهيوني؟ عن أي أمة نتحدث لحد هذه اللحظة؟ واحد عراقي يقول أنه الحمد لله الذي لم تشارك فيه أي دولة من هذه الدول في مقاومة الكيان الصهيوني، لأن هذا الشرف يبقى لنا نحن المقاومون، لأن هؤلاء الناس ليس لديهم شرف. وإذا تحدثت أستاذ حزام أيضا حتى أسبقك بالجواب، إذا تتحدث عن الشعوب فهذه الشعوب خانعة، وأعتقد إنها جبانة ولا يمكن أن تواجه. وهناك من يدعم من هذه الشعوب، هناك من يدعم الكيان الصهيوني بشكل علني. فالأمل، هل لا زال أمل في هذه الأمة؟ وأي أمة؟ أضيف هذه النقطة إلى اللي تكلمت به. لا نختزل الأمة في أنظمة أو في جيوش أو في أطر تابعة أو مطبعة أو عميلة لأمريكا، لا بالتأكيد. لنأخذ صورة مصغرة عن حياة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، أو عن غزوة من غزواته. على سبيل المثال غزوة أحد، هل كان كل من حول رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يمثلون الأمة؟ بالتأكيد، ولكن كان هنالك يعني نبذ نخب، يعني كان هنالك من حول رسول الله من سطروا ملاحم للبطولة، كالحمزة. إذن هؤلاء هم الأمة، هؤلاء هم الأمة. قليلا عن هذه الأمة، الشيخ حيدر يريد يتداخل وياك، اسمح أتكلم لك قليلا عن الأمة فقط حتى ألتقي لضيفي. نعم، قناة LCA الفرنسية نقلا عن مراسلة تقول: أنا أقف في غزة خلف وحدة قوة إماراتية مشتركة مع الكيان في ضرب غزة. قوة إماراتية، هذا نقلا عن هذه القناة. والجارديان تتحدث عن أنه السعودية توصل تعطي إلى السعودية إلى كيان صهيوني. عفوا، السعودية تعطي البنزين والمازوت ووقود الطائرات. وقود الطائرات، وقود الطائرات للكيان الصهيوني. للكيان الصهيوني كذلك. مصر أعطت، أصبح التبادل التجاري مع في هذا العام انتقل من 4% إلى 21% من إعطاء إلى الكيان الإسرائيلي المؤقت العدو الغاصب أن تعطيه من الكهربائيات وكذلك المواد الغذائية. يعني مصر هي زودة بالمواد، زودة بالمواد الغذائية، بالمواد الغذائية والكهربائيات. ما شاء الله. وكذلك الأخوة في الأردن تعطي المواد الغذائية، عرفت بها حتى بالبنادورة، يعني يجهزوهم. طيب، اليوم أكو هناك أمر آخر. هناك قنوات العبرية اللي في السعودية تتكلم ما ينطق به الجيش الكيان. ماذا يقول جيش الكيان تتكلم به؟ هذه القنوات تنقل ما موجود. وحتى لدينا في العراق هناك قناة تتكلم بلغة الجيش العبري، تتكلم بالجيش اليهودي. قنوات هسه ما لا دخلنا لذلك. نعم نعم، كبيرها الذي يصرح رجل خرف كان رئيس الوزراء. لذلك اليوم هم ينطقون كأنما بلغة الجيش الكيان. فلذلك يجب على الجميع أن يعرف أنه من معه ومن عليه، من معه ومن عليه. مصر، أنا أعطي لك تعميم إلى في وزارة التربية المصرية، أن يوم 7 أكتوبر يجب أن لا يتكلم أحد في الاصطفاف التلاميذ أو في المدرسة حول يوم 7 أكتوبر، أي كلام ممنوع في هذا الأمر. يجب أن لا يكون هناك تظاهرات. بس يقول لك هذا تظاهرات اسمع، تظاهرات لا توجد في السعودية ولا توجد في مصر ولا توجد في أي مكان، لكن أين وجدت؟ بالسعودية اللي يدعو، اللي يدعو يعتقل. وجدت في أمريكا، وجدت في بريطانيا، وجدت في فرنسا، وجدت في أغلب بلدان العالم، في جنوب أفريقيا وجدت هذه التظاهرات ضد الكيان الإسرائيلي. لكن هذه الأمة
لم تحرك ساكن، بل بالعكس ملك المغرب هذه الأيام قام بتجريف منطقة لعوائل مسلمة، وهي موجود موثقة لعوائل مسلمة من أجل جلب اليهود في هذا المكان الذين هم من الكيان الإسرائيلي. تمام دكتور عمار حياك الله. دكتور عمار، دكتور عمار حوران حياك الله. حياك الله. أنا أسأل عن أنه ما الذي حققه نتنياهو، ربما هذا السؤال المركزي، يعني خلال هذه الفترة ما الذي حققه بعد سنة نتنياهو يتحدث عن نفس الأهداف التي بدأها قبل سنة، نفس الأهداف مع كل هذا الدعم، مع كل ما حصل عليه، مع كل قتل الأطفال، مع ضرب المستشفيات، مع كل الجرائم اللي ارتكبها، وبعد اليوم حزب الله يتحدث عن 300,000 صهيوني هجر و100 بلدة مستوطنة أخليت تماما. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بداية أشكر قناة الأيام والإخوة في الجمهورية العراقية على هذه الإضافة أو الاستضافة، ونقول أن قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية والأمة الإسلامية، ولكن الأمة العربية قد ضيعت هذه القضية من دكتور عمار. نعم معك. أكمل استرسل. ضيعت الأمة، ضيعت القضية، ضيعت هذه القضية، لم تساعدها فقط بل تآمرت عليها. كما كان يتحدث الآن ضيفك بإدخال المواد الغذائية إلى الكيان الصهيوني. نعم كان هناك من بورسعيد، من ميناء بورسعيد إلى مدينة حيفا، كان هناك خط تجاري، وكان خط من الإمارات إلى السعودية إلى الأردن إلى الكيان الصهيوني. كان هذا خط تجاري للمواد الغذائية، ولكن جاءنا من الدول العربية الدعم، إن كان من إخواننا في العراق من طائرات الأبابيل إلى أم الرشراش وإلى حيفا وإيلات. نعم كان هذا عز وفخرا لنا من أهلنا وأخواننا في الحشد الشعبي. تمام دكتور، فقط أنا لأنه الصوت عندي يتقطع شوية من حضرتك، ذكرت حضرتك أنه هناك من ميناء إلى ميناء هناك مواد غذائية كذا، خطوط نقل بين من ومن، من يدعم من؟ من بورسعيد، من بورسعيد من مصر إلى الكيان الصهيوني. بهذا الخط، هذا الخط شنو به هذا الخط؟ خط بحري، خط بحري. ماذا ينقل هذا الخط البحري، وهل لا يزال موجود لحد هذه اللحظة؟ إلى الآن لا أعلم، ولكن كان هناك خط سير. أنا سمعت أنه أكو 25 سفينة يوميا تذهب بين مصر وبين الكيان الصهيوني تنقل البضائع، لحد هذه اللحظة مستمرة، لأنه اليمنيون، لأن اليمن يعني الشباب في اليمن قطعوا البحر على الصهاينة، فبالتالي الخط البديل صار مصر، صحيح هذا الكلام؟ نعم صحيح، ومن الأردن خط بري، ومن الأردن أيضا مالي. خط الأردن صحيح. هذه المواقف العربية؟ نعم هذه مواقف الأمة، سموها الأمة، بعدكم لحد الآن تسموها الأمة، مقتنعين هذه أمة؟ مع الأسف عليكم يا دكتور عمار، بعد قطاع الأقصى أمة ليس ما قبله، يعني القرآن يسميها أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، هل هذه التي خير أمة أخرجت للناس؟ يا ما أعرف، هي هاي نفسها الأمة التي أخرجت للناس بهذه الطريقة خير أمة؟ اللهم صل على سيدنا محمد. هناك من الأمة الخائرين، وهناك من المخلصين، والطوفان الأقصى جاء
يعني كان تمحيص لهذه الأمة وتمحيص لهذه الدول وخاصة الدول المجاورة التي لم يأتي منها إلا كل شر. نعم طوفان الأقصى ليس ما قبله ولا ما بعده. ثلة من المؤمنين المجاهدين أقسموا لربهم أن يحرروا بلادهم ويحرروا أسراهم، ولكن قلبت هذه المساحة عليهم من جميع الدول الأوروبية، ولكن كان الله معهم وكانت مساندة من الدول المخلصة لهذه المقاومة من جبهات المقاومة من لبنان والعراق واليمن. نعم هذا هو التضامن مع غزة. غزة منذ الطوفان الأقصى كان هناك فشل لهذا التطبيع العربي الذي كان متدحرج من الدول العربية، كان هناك تطبيع مسرع مهرول، وجاء طوفان الأقصى ليكسر هذا الهرولة في التطبيع، وأيضا ليرفع القضية الفلسطينية من المحافل التي كانت في الأدراج وتصبح هي القضية الأولى الأم. وجبهة لبنان هي كانت الجبهة المساندة الأولى، وبعدها كان العراق واليمن، ولكن اليوم جبهة لبنان تدفع ثمن وقفتها مع أهلنا في غزة مع الدفاع عن الأطفال والشيوخ والنساء وعن كرامة هذه الأمة. نعم كان هناك رجال في جنوب لبنان، كان هناك انتقادات لهذه المساندة، ماذا تفعل مساندة لبنان؟ لا بل فعلت، نعم هجرت، التهجير بالتهجير، المدني بالمدني، المدينة بالمدينة، المطار بالمطار، هذه هي العزة والكرامة. نعم نحن اليوم في لبنان صحيح أننا خسرنا قادة كبار، ولكن سقوط الشهداء وسقوط القادة يزرع فينا حب العطاء أكثر. تمام شيخنا. ومن هنا نتذكر قول لأمين عام حركة الجهاد الإسلامي الدكتور فتح الشقاقي الذي قال: لا تصدقوني إلا إذا رأيتموني شهيداً. فالشهادة كما قال ضيفك هي هذه الطريق الصحيح، شهادة القيادة هو قبل الجند، ونحن نقدم قيادتنا قبل جندنا. والسلام عليكم. تمام شيخنا. السيد الشهيد يقول: كنت أستحي أزور عوائل الشهداء وما عندي شهيد حتى استشهد ولدي هادي. يعني إلى هذه الدرجة. يعني سماحة السيد واقعا نموذج يحتذى به، ونموذج نادر قد لا يولد إلا في أكثر من يعني كل كم قرد يأتيك شخصية مثل شخصية حسن، رجل ترابي، رجل صنع نفسه، تدرج بالجهاد حتى أصبح هذا الرجل الكيس الفاهم المدرك الهادئ الذي عندما يتكلم يأسر الملايين. أنا لدي صور أنه أوباما كان عنده اجتماع مع الكونغرس، قطع الاجتماع ويجلس ليستمع إلى ماذا سيقول السيد نصر الله. كان العالم ينتظر كلمة هذا الرجل. لماذا؟ لأنه صادق أمين. حتى إن استطلاع للرأي في داخل الكيان الإسرائيلي يقولون: نحن نصدق السيد نصر الله أكثر ما نصدق حكومتنا. لذلك هذا الرجل كان صادق بأفعاله وفي تروكه وفي جميع كلماته. عندما تكلم، وأنا هذه كلمة للأمة، من أشاء أن يغضب عليه فليغضب، لكنها قولة حق. السيد نصر الله شخص من قاتله في لقاء، قال: فلان هو الذي يريد قتلي، فلان يعني من تآمر على قتلي. يعني لما قال انه محمد بن سلمان ذهب الى نعم الولايات المتحدة، فثأر الأمة ها هنا. اها نعم، ثأر الأمة مع محمد بن سلمان. ثأر الأمة ها هنا، فلنكون واضحين مع محمد بن سلمان. تقصد انا اقول الصادق الأمين لا لا احد يستطيع ان يقول ان السيد نصر الله ليس بالصادق الأمين. هو بعظمة لسانه قال: هذا الرجل تآمر على قتلي. فلذلك
فلتعرف الأمة أين دماء قادتنا. بس خليني أذكر بالتصريح اللي قاله حتى يعني هو قال أنه محمد بن سلمان ذهب إلى واشنطن وكان من ملفاته أنه عملية اغتيالي. نعم. والأمريكان حولوا الملف إلى نعم الصهاينة. نعم. يعني وتنفذ الموضوع بهذه الطريقة يعني. لذلك أنا أقول أن سماحة السيد بعظمة لسانه أعطانا كلمة واضحة وصريحة لا ليس فيها لبس ولا شك، أنه من تآمر على قتل فلان. لذلك علينا أن نعرف من قتل قادتنا، من قتل هؤلاء هذه الثلة الطيبة المرحومة القوية التي كانت هي عضد الأمة الإسلامية. تصور عندما تكون هناك مرجعيات كبرى تبكي دما على السيد حسن نصر الله، الصغير الكبير المسيحي والمسلم وجميع فئات الناس تبكي على هذا الرجل لصدقه وقوة كلامه وتعبيره الصادق والواقعي. هذه نقطة مهمة، إن لماذا السيد حسن نصر الله أصبح نموذج يحتذى به، أصبح نموذج لتاريخه المشرف لطريقة تعامله مع الجميع. كان يتعامل في لبنان السنة والشيعة والمسيحيين والدروز، الكل كان يتعامل معهم برفق وبطريقة الجميع يتعامل معه. يعني أنا معي يعني كشيخ حيدر لامي في يوم من الأيام كان هناك موقف عظيم ومشرف، وأنا لم أكن أعلم بأن سماحة السيد يتابع هذا الموضوع. ترك عمله ويتابع موضوعي بشكل كبير. عندما انتهى وعدت إلى مكان آخر قالوا أنه سماحة السيد هو من أنهى هذا الأمر، رغم أنه أنا أعرفه ولا يعرفه. ينكشف للإعلام هذا؟ يعني في يوم من الأيام ممكن أن أتكلم به، ولولا سماحة السيد لأنا كنت يعني في خبر كان. نعم في أحد الدول لكنت في خبر كان. فلذلك سماحة السيد يراقب الصغير ويراقب الكبير ويراقب ما يدور في هذه الأمة. فاستشهاده هو إلهام للآخرين. أنا لا أقول إلا أنه هذا الرجل تحركت الأمة بفعل هذه الدماء، شعروا بالمظلومية الكبرى في قضية استشهاده. واقعا الآن يعني هل يعني كيف نوصف حزب الله خصوصا بعد كلمة اليوم الشيخ نعيم قاسم؟ أنا أريد أن أفشي سرا. أيه. بحكم علاقاتي من التسعين مع الأخوة، حزب الله والله شاهد على كلامي، حزب الله فيها سبعة أمين عام. سبع أمناء عامين؟ سبعة فيها من القادة، سبعة شكر، سبعة مغنية، هؤلاء هم أبدال يتبدلون، كلما استشهد سقط نجما التحق آخر. هؤلاء هم مهيئون، هم ليسوا قضية هرمية إن سقط الرأس كحزب معين مبني على هذه الشخصية، لا، مؤسسة عملاقة عميقة جذورها عميقة في الأرض. فلذلك أي جهة، وأنا أقولها بضرس قاطع، أي جهة وأي دولة وأي جيش إن سقط قائده بحجم نصر الله لن يستطيع أن يقوم. لكن السيد نصر الله كان مهيئ الجميع إلى استشهاده، وهو كان يقول استشهادي كذا وأنا استشهد وأنا ساعي إليها. لذلك أنه حزب الله عميقة وجذوره كبيرة. وحتى الأخوة في حماس، أنت تتصور أنه الكيان الإسرائيلي ومن خلفه أمريكا بعد عام طويل من القتل والقتال والكيان الإسرائيلي أعطى أكثر من ألف فقط من الجنود، خسر أكثر من 100 مليار، الشيغل نزل إلى أدنى مستوى له، دعموه ب30 مليار، ثم حتى الآن أنه قبل أيام ب7 مليار ونيف. هذا كله، واليوم حماس ترد وتضرب بالصواريخ قلب الكيان الإسرائيلي وقلب فلسطين المحتلة. هذا يدل على أنه هؤلاء لديهم جذور قوية وعميقة. فلذلك أنا أقول لك يوجد في حزب الله سبعة أمناء عامين، يستشهد أحدهم يتقدم الآخر في كل مركز قيادة. فلذلك اليوم
أنا أؤكد لك القيادة عندما استشهدت أتت قيادة أخرى، وهذه القيادة ليست بالجديدة، هي من الصف الأول الذين كانوا مؤسسين لحزب الله، من الصف هذا ما من الرعيل الأول. ما أكد اليوم أيضا الشيخ نعيم قاسم أستاذ حزام الأسد بالنسبة لجبهة اليمن، ما الذي ينتظر منها؟ فقط تعقيب على موضوع الأمة، لعل الأخوها المشايخ متحاملين على هذا الموضوع. يجب أن لا ننفصل. أنا أحبك. اسمعني، أنا أحبك. عن عمقنا، أنا أحبك. الإسلامي يجب أن نرى بأعين البصيرة تلك الجموع التي خرجت في باكستان، في المغرب، في الجزائر، في الأردن، حتى تلك التي خرجت في مصر وقمعت، حتى الجموع التي لا زالت مكبوتة. يعني لنتفحص بعين البصيرة ماذا لو كانت الجمهورية اليمنية لا زالت قابعة، يعني تحت حكم وسلطة النظام السابق قبل 2014، هل كانت ستتحرك هذا التحرك؟ كذلك الأخوة في العراق، ماذا لو كان وضعهم عفوا أستاذ الكريم، إذا تسمح لي أتداخل معك. أنا أعتقد يتحركون. أولا أنا أعتقد اليمنيين يتحركون بكل الأحوال، حتى لو الحاكم فرعون. أولا نحن لم نقصد كل الأمة، لكن نحن نقصد الأغلب الأعم. أمة يقتل أبناءها بهذه الطريقة، ويهجر نساءهم، ويقتل أبنائهم، ويدفنون تحت المباني من لا شيء، كل أمرهم إنهم يريدون أن يعيشوا بسلام. أنا عندما حدثت قضية الأقصى في السابع، هذا ماذا كان عملهم؟ العمل كان هو لما حصل لغزة من ظلم. غزة أكبر سجن في العالم، أكبر مظلومية وقعت خلال هذه الفترة، فلذلك قام الأخوة الأبطال بالعبور إلى شمال فلسطين المحتلة. هم لم يعتدوا على الكيان، لذلك على الأمة أن تعي. أنا لا أقول كل الأمة، لكن أقول الأغلب الأعم، على الأمة أن تعي أنه واجبها الشرعي أن تقف مع أخوانها المظلومين، مع هؤلاء النسوة، مع هؤلاء الشيوخ، مع هؤلاء الأطفال الذي يدفنون تحت التراب كل يوم ويعانون، حتى أدوية وحتى المستشفيات تقصف. ما هي حجة الأمة أمام هذه الأفعال إلا أن يقولون نحن نتبع إلى ولي الأمر؟ إذا كان ولي الأمر من عينته أمريكا وإسرائيل، الأمة ترضخ لمثل هؤلاء؟ تمام، خلي كمل الأستاذ حزام. تفضل أستاذ حزام. لذلك على سبيل المثال، نحن في الجمهورية اليمنية عانينا 10 سنوات في عدوان أشبه بالعدوان العربي الشامل، يعني من 17 دولة، وكانت تتبناها الولايات المتحدة وتقف خلفها بريطانيا والكيان الإسرائيلي والدول الأوروبية كلها، يعني في سياقي وفي محاولة ثني الشعب اليمني عن تبني قضايا الأمة، لا سيما القضية المركزية فلسطين التي هي أساس المشروع القرآني، مشروع أنصار الله، وأساس الشعار الذي تبناه صحيح. الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي. لذلك عانينا أشد المعاناة إلى حد الآن. نحن عندما نطلق الصواريخ باتجاه عمق الكيان الإسرائيلي، نلحظ الاعتراضات من النظام السعودي، يحاول أن يعترضها واعترض الكثير منها، وحتى على مستوى الصواريخ والمسيرات والمجنحات التي هي ليست فوق أراضي المملكة السعودية أو منطقة الحجاز، حتى التي هي في البحر، يحاول دائما أن يصدها ويتمنى أن يصدها حتى بنفسه ويدافع عن اليهود. هكذا ديدنهم، وهذا ديدن الوهابية التي هي غرسة بريطانية استعمارية، وحتى الكيان الإسرائيلي الذي غرس بالتزامن، أقصد النظام السعودي بالتزامن مع غرس الكيان الإسرائيلي في نفس المرحلة 1915 و1917. لذلك حري بنا أن نخاطب الأمة، أن نستنهض الأمة. الأمة لا زال فيها حياة، وأنا متأكد بأن الأمة ستنقض على هذا الكيان الإسرائيلي بتضافر الجهود، ولكن السبق هو في الأفضلية، من يقدم السبق. نحن نثمن جهود كل المكونات وكل الفصائل التي بادرت
يعني في هذا السياق، في سياق النصرة، لا سيما إخواننا في لبنان، الجبهة اللبنانية على امتداد أكثر من 120 كيلو وتقدم الغالي والنفيس، وبذلت حتى أبرز وأعلى وأرقى وأشرف قياداتها، والسيد القائد حسن نصر الله رضوان الله عليه، وكذلك القادة العظماء من خلفه، وكذلك الأخوة في العراق. ونحن كذلك لن نكل ولن نمل، ولدى شعبنا ولدى قيادتنا ولدى جيشنا الكثير والكثير من المفاجآت التي كذلك ستجعل العدو يندم أشد الندم على تصعيده وعلى عدوانه. نحن إلى الآن لم نرد على عدوانه على الحديدة، نحن الآن لازلنا في سياق الإسناد والنصرة لإخواننا في غزة وفي لبنان، وستتواصل هذه العمليات، ولدينا كذلك مسار عمليات برية إن شاء الله بالتضافر والتعاون والتنسيق مع إخواننا في بقية المحور، ولدى كذلك قواتنا يعني إلى جانب العمل البحري المستمر. يعني في العمليات البرية، في العمليات البرية هل 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 هناك أي سفينة هل 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 يسمح لك أن تكشف لنا بعض المعلومات عن عن طريق البر، يعني عن العمليات البرية؟ وين تقصد العمليات البرية؟ أن نتركها للمستقبل. حتى لذلك عند القائد عبد الملك بدرالدين الحوثي. إذن يعني ستكون لكم عمليات برية على الكيان الصهيوني بهذه يعني الطريقة ممكن نقولها؟ كيف؟ ستكون لليمن عمليات برية باتجاه الصهاينة؟ مشاركة. هل يصح أن نقول هكذا؟ نعم، في مسار عمليات برية. لا يفصح عن هذا الأمور. يعني سواء في الجبهة السورية أو في الجبهة اللبنانية أو في الجبهة الفلسطينية ستكون ذلك، وهنالك تحضير وإعدادات إن شاء الله في هذا المسار. إضافة إلى الجانب البحري، اليوم لم تعد تمر أي سفينة مرتبطة لا بالإدارة الأمريكية لا بالبريطاني لا بالإسرائيلي، حتى الشركات التي تتعاون مع الكيان الإسرائيلي وتوصل شحنات غذائية أو تموينية عن طريق البحر الأبيض المتوسط تلقى مصير سفنها في البحر الأحمر أو في المحيط الهندي أو في بحر العرب أو في الخليج أو في خليج عدن. يعني العملية متواصلة. إضافة إلى مسار تطوير القدرات، صحيح أن هنالك كانت اعتراضات من قبل النظام السعودي للصواريخ البالستية والمجنحة والمسيرات فوق الأراضي السعودية وفي المناطق المحاذية فوق البحر الأحمر، ولكن الآن بمنظومات الفرط الصوتية سواء لسلاح الصاروخ فلسطين أو كذلك فلسطين 2 أو كذلك صاروخ قدس 5 وهو صاروخ مجنح أو كذلك من خلال مسيرة يافا، بالتأكيد تجاوزت الكثير من منظومات الاعتراض سواء الثاد والباتريوت المقدمة من الولايات المتحدة للنظام السعودي أو كذلك جميع الأنظمة. هل تتعاملون قبل يعني لأن الوقت دهمني هل ستتعاملون مع من يعترض صواريخكم على أنه عدو يجب أن يهاجم؟ طبعا هنالك أولويات تعتبرها القيادة في هذا المسار. أولوياتنا هي مواجهة الكيان الإسرائيلي. نحن نعتبر بأن النظام السعودي هو نظام عميل ونظام متعاون ومتواطئ مع الكيان الإسرائيلي بكل الإمكانيات، ليس فقط في الجوانب السياسية والاقتصادية والإعلامية، ولكن حتى في الجوانب العسكرية. وما تصديه واعتراضه للصواريخ اليمنية والمسيرات إلا دليل على أنه يقف سندا ويقف معينا ويقف حليفا للكيان الإسرائيلي. إضافة إلى المسار البري الذي فتح عن طريق الإمارات والكيان وكذلك الأراضي المقدسة في منطقة الجزيرة العربية وصولا إلى الكيان الإسرائيلي لإيصال الفواكه واللحوم الطازجة من جنوب شرق آسيا. إضافة إلى لا زال يصنف هذا النظام يصنف المقاومة الإسلامية سواء في لبنان أو في فلسطين بالإرهاب، ولا زال يحتجز ويسجن قيادات من حركة حماس، ولا يزال كذلك يجمع أي صوت حتى علم لفلسطين يرفع داخل منطقة الحجاز أو نجد. لذلك هذا نظام عميل، نظام متطرف أشد من الأحزاب اليمينية الليكود وغيرها في داخل الكيان الإسرائيلي. لذلك حري بالأمة أن توجه أولا بوصلتها العسكرية الجهادية باتجاه الكيان الإسرائيلي، وكذلك تعري هذه الأنظمة. واضح. هذه الأنظمة يجب أن تتعرى. واضح سيد حزام. أستاذ حزام واضح. خلينا ننتقل إلى دكتور عمار. دكتور عمار، يعني مع كل ما يجري نشاهد إطلاق صواريخ من داخل غزة، أو ما أعرف حقيقة منين
يعني ما ادري يعني كيف يكشف الموضوع عمليا ام لا، لكن هناك وجود لمقاومه لحد الان مستمره، كيف يحصل هذا؟ هذه قدره من عند رب العالمين. هناك جهد، هناك جهد من منذ شهر حتى يكون هناك اطلاق صواريخ في السابع من اكتوبر، لان السابع من اكتوبر ليس هو لحظات بل هو تاريخ سيحفره الاولاد والاجداد لعمر السنين التي مرت. نعم، هذه المقاومة اثبتت جدارتها انها لن تموت. الم ترى هذا المجاهد الذي اطلق قذيفة على الدبابة وقال ولع وصار ينط من الفرح؟ هذا هو المقاوم الذي يفتخر أنه أصاب هذا الجنود. المقاومة جميعها كانت منذ البداية كان هناك تنقل و يعني هناك فن بهذه المقاومة. كان هناك بداية للأسف انقطع الاتصال مع الدكتور عمار حوران مسؤول العلاقات في حركة الجهاد الإسلامي في بيروت. شكرا جزيلا لك دكتور عمار، وآخر كلمة بدقيقة واحدة. منتصرون. وليعلم الكيان الإسرائيلي ومن خلفه أمريكا ومن خلفه آخر المخفي أو الغير مخفي إن المقاومة منتصرة، والمقاومة سوف يكون لها اليد العليا، وسوف يجبر الكيان الإسرائيلي ومن خلفه أمريكا على وقف إطلاق النار قريبا. شكرا جزيلا سمعت الشيخ حيدر اللامي القيادي في ائتلاف دولة القانون، وشكرا أيضا للأستاذ حزام الأسد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله من صنعاء. أشكركم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.